صوفيا احنا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا. أيوة. جدا جدا وهو الحسد. الحسد سواء بقى الحسد اللي في الاحلام او العلامات اللي ممكن تظهر لنا من خلال الحلم وتبين لنا ان احنا ممكن نكون محسودين او في حاجه مش تمام معانا. في البدايه كده ايه علامات الحسد في المنام؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مبدئيا ظهور ان البني ادم في المنام ان هو حد بيحسده فهو خير له وشر على الحاسد ونعمة له ونقمة على الحاسد. يعني حلو حلو ان انت تتشافي في المنام حد بيحسدك، ده جميل. ليه بقى؟ زيادة يعني ليكي، زيادة، لان كل ذي نعمة محسود. ده معناه ان نعمة زيادة ليكي، معنى كده ان انت تمتازي في امر ما، فبالتالي هم طبعا عزز عليهم الخير ده فبتتحسدي. تمام؟ طيب؟